بسم الله. النقطة رقم 41 هنتكلم فيها عن شيء جديد نسبيا لما دخل عالم الإلكترونيات الحياة، اللي هي الشبكات والمجتمعات الافتراضية. عشان نفهم الموضوع ده تعالوا نفهم كلمة كلمة من هذه الكلمات، وتكون هي مفاتيح لفهم الكلام اللي احنا هنقول عليه. الشبكات دي شيء مش جديد. لو جيت اخدت من واحد من عندي، من دكتور من الدكاترة بتوعي، وقلت له انا عايز كارت توصية، فيقول لي كارت توصية لايه؟ لجامعة كذا عشان عايز اكمل فيها تعليم. يقول لي والله انا اعرف فلان هناك. نعم. فيروح كاتب كارت التوصية لفلان اللي هناك، فأروح أنا لفلان اللي هناك. أنا استخدمت هنا شبكة، لأن أنا لو تخيلت واحد خلاص ولي علاقة بالدكتور بتاعي، لكن الدكتور بتاعي له علاقة بواحد تاني، فاستخدمت الشبكة أن أنا أوصل للواحد تاني. بل في بعض الأحيان الدكتور بتاعي يقول لي لا استنى، أنا أعرف فلان وهو يعرف فلان اللي في الكلية الفلانية، فأنا هكتب لك خطاب توصية لفلان عشان يكتب خطاب توصية لفلان. فاستخدمت هنا الشبكات. احنا بنقول توصية عشان أبين لك أو أدخل لك حاجة اسمها عن الشبكات. دي الشبكات، ويقول لك ده في شبكة مصالح. أيوة، دي ده له مصلحة وده له مصلحة، بتتقاطع المصالح مع بعض فبيحصل شبكة مصالح. اشتبكوا، بقت في مصالح مشتركة. يقول لك شبكة اجتماعية، الراجل ده له شبكة اتصالات. ليه؟ الراجل ده يعرف فلان وفلان وفلان وفلان، يقول لك ده له شبكة اتصالات واسعة بالمسؤولين، وهكذا. ودي معناها الشبكة. فكأنك انت هناك فرد، يوم ما تعرف ده الراجل ده ممكن يعرفك على ده وده وده. في بعض النظريات قالت لك ان شبكة ان انت من 7 اشخاص ممكن توصل لاي حد في الدنيا. هدي لك معلومة، لو انت تعرف احمد بهيك، انا اعرف ناس من الصين، واعرف ناس من الهند، واعرف ناس من روسيا. ربما انت ما تعرفش حد، لكن انت بمعرفتك ليا ممكن توصل لواحد في روسيا او في الهند او في بنجلاديش او في كل معرفي. فبيقول لك من شخص للتاني للتالت للرابع للخامس السادس السابع، الكون كله ممكن يتغطى وتكون عارف كل من في المجتمع الارضي، او تقدر توصل له عن طريق احد اخر. بغض النظر، كفاية كده احنا بنتكلم عن الشبكات، لكن ده مفهوم اساسي، شبكات اجتماعية. الناس بتتعرف عن بعض بهذا الشكل في الانترنت. طيب، ان انت عرفت فلان عن طريقي لانه صاحبي، وانت صاحبتني فعرفت صاحبي، وانت صاحبتني فعرفت صاحب صاحبي، وهكذا. المهم، طب ايه مجتمعات؟ المجتمعات دي اللي نعرفها انها بيجتمعوا مع بعض، 2 يجتمعوا بعض، 3 يجتمعوا مع بعض في مكان واحد. نعم. ولذلك احنا بنقول المجتمع الحضري، او المجتمع القاهري، المجتمع الاسكندراني، المجتمع الغربي، المجتمع، وهكذا. يبقى مجتمع مربوطة بإيه؟ بمكان معين أو منطقة معينة. طيب إزاي؟ إحنا قلنا مجتمع اجتمعوا مع بعض. فعشان المجتمع، مفيش حاجة اسمها مجتمع في الإنترنت يشترك في نفس المكان، فهنا سمي افترض أنهم اجتمعوا، وهم لم يجتمعوا لكن اجتمعوا إلكترونيا. أنا مجتمع معاك دلوقتي في هذه اللحظة، وأنا بدرس لك. أنا فين وأنت فين؟ أنا موجود في الإمارات وأنت موجود في القاهرة أو السعودية أو الكويت أو العراق أو أو أو. فهنا بقى في حاجة اسمها اجتماع، لكن اجتماعنا إيه؟ افتراضي. افتراضي معناه افترض إن احنا اجتمعنا، لأننا لم نجتمع في مكان واحد، بل حتى لم نجتمع في زمان واحد.
انا بلاقي ابني قاعد يكلم ناس في امريكا بيقول له انا هقوم اصلي الفجر، يقول له اه والله فكرتني انا لسه ما صليتش العشاء، اه والله فكرتني ده انا لسه هفطر دلوقتي في رمضان. حتى الوقت اختلف. فشوفوا الالكتروني، المجتمع الالكتروني او مدخل الكمبيوتر والاتصالات والالكترونات وصل لايه، هنجتمع مع بعض لكن لا في نفس المكان ولا في نفس الوقت. انا ببعت لك رسالة، وصلت لك الرسالة بعدها بساعتين ثلاثة، وصل لك اللي انا عايزه. طيب هل في نفس الوقت؟ هل في نفس المكان؟ لا. فده يبقى احنا فهمنا ثلاث اشياء: الشبكات في التعرف على بعض، المجتمعات مجتمعين لكن لا في مكان واحد وممكن كمان مش في زمن واحد. وده بعد ما دخلت الاتصالات والمجتمعات الالكترونيه والكمبيوتر والانترنت وخلافه. يبقى ده هو المجتمع الافتراضي، وقلنا افتراضي ليه؟ لانه مش حقيقي. المجتمع اجتمعنا مع بعض لكن ده افتراضي لانه مش حقيقي. جميل. الالكتروني يبقى عن طريق وسائل الكترونيه زي تليفون، نعم، انترنت، نعم، اشياء اخرى، افتح ماشي اشياء اخرى. يبقى التعرف على، معلش نعدل دي، على معلش نقلب بالعربي ونكتب على، مفهوم المجتمع الافتراضي مجموعة من الناس اجتمعوا مع بعض ليس في مكان واحد ولا في زمان واحد، فافترض ان هم اجتمعوا مع بعض فعلا عن طريق وسائل الكترونية. والشبكات الاجتماعية بسيطة جدا، ادي شبكة زي ما قلت شبكة افراد وسميناها اجتماعية افتراضية، خلاص، لانها فعلا تشكيلها في التعارف مع بعض شبكة. انا عرفت فلان عن طريق فلان، حتى دي زمان موجودة في حياتنا الطبيعية، ان انت عرفت فلان عن طريق فلان فهي عبارة عن شبكة، وعرفت فلان عن طريق فلان وهكذا. لكن تعالوا ناخدها بقى بأمثلة واضحة على الانترنت. مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، لو دخلنا على الفيسبوك خلاص انا هفتح ادي، معلش اجيب التاسك بار عشان ندخل على الفيسبوك، واكتب هنا الفيسبوك، ادي فيس، فيسبوك، خلاص تشترك في الفيسبوك، خلاص يقول لك انت اسمك ايه، اخبارك ايه، مولود فين، مدينتك فين، خريج مدرسة ايه، خريج ثانوية ايه، خريج كلية ايه. نعم. ويدور في الانترنت على الخريج كلية كذا في سنة كذا زيك او قرب السنين دي، ويطلعهم لك، تعرف ده، تعرف ده، تعرف ده، وتفرح قوي، اعرفه، لا ده من طنطا، عارفه، ده ساكن جنبينا، ده من بنا، عارفه، ده مش عارف، الله، ده انت فين، انت في اخر الدنيا، ولكن يطلع لك المتقارب الشبكه، ولذلك شبكات اجتماعيه، ده جارنا، ده كان طالب معايا، من هنا جت كلمه ايه، شبكه اجتماعيه، لانه اجتماع يعني من مجتمعنا، خلاص، ده كان قريب، ده كان في منطقتي، ده كان في كليتي، ده كان في جامعتي، ده كان كذا، ده كان وهكذا. يبقى واحدة منهم زي الفيسبوك دي شبكة اجتماعية ممتازة، طيب، وناجحة إلى أعلى حد. تيجي واحد تقابله على الفيسبوك، الله، ده فعلا ده من الجامعة بتاعتي، أنا افتكرته، ده كان، الله الله الله، وهكذا. طيب عندنا إيه تاني؟ منتديات الإنترنت. المجتمع ده اجتمعنا، هدف الاجتماع ايه؟ ربما هدف الاجتماع الاهتمامات، ان انا وانت مهتمين بشيء، نفترض انا وانت مهتمين بقراء القرآن، فتلاقي فيه مجتمعات ومنتديات افتراضية، خلاص، زي منتديات قراء القرآن، جميلة جدا. وتلاقي فيه بصراحة، يعني أنا مرة أنا بحب الشيخ مصطفى إسماعيل، فدورت فجاب لي تاريخه وجاب لي، والناس بترفع عليه
صوتيات جميلة ليهم للشيوخ دي، وتلاقي حفلات جميلة. الحفلات دي ما كنتش تتصور انها ممكن تكون ايه موجودة او محفوظة. طب حصلت ازاي؟ بسبب واحد، ان احنا اجتمعنا مع بعض ناس من المهتمين بقراء القرآن، وكل واحد عنده تسجيل. تخيل لو 1000 واحد اجتمعوا وكل واحد من دول عنده 10 تسجيلات، بقى عندنا 10,000 تسجيل. لكن انت بتتكلم عن الانترنت، يعني 100,000 مش قليل، مش كتير. ف100,000 اجتمعوا، لو كل واحد معهم 10، جمعنا 1,000,000 تسجيل. فتلاقي اللي انت مش متصوره. ممكن يهتم ده اهتمام كمان غير اهتمام بالموسيقى. يعني انا يوم ما لقيت منتدى اسمه سماعي، منتدى في منتهى الجمال، لم اتصور ان في منتدى خاص بالموسيقى زي سماعي بالتراث. رائع في انه بيجمع التراث الموسيقي العربي بشكل رائع وشكل جميل. اللي انت عايزه هتلاقيه، بتحب عبد الحليم، بتحب ام كلثوم، بتحب عبد الوهاب، بتحب اللي بتحبه هتلاقيه. وملوش علاقة كمان، شوف ده مجتمع، ولكن مجتمع مبني على الاهتمام وحب الموسيقى. ملوش بقى علاقة بالبلد، لا، هتلاقي مغنيين ومطربين وموسيقيين خليجيين، مصريين، عراقيين، شاميين، مغرب العربي، كل حاجة، روضة من رياض الموسيقى. رائع. طب ممكن يكون الموضوع بقى الاجتماع ده مبني على الحرفية. يا سلام، نعم. يعني زي مثلا ناس بيشتغلوا في الإدارة، هتجد عندنا منتدى اسمه HR Discussion، خلاص، أو Discussion، آسف، منتدى الموارد البشرية. رائع. في مرة بدور على مثلا شكل الوصل بيكون ازاي، شكل التقارير كذا بيكون ازاي، ولقيته في المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية، قانون فلاني اللي موجود في الإمارات، اللي موجود في السعودية، اللي موجود في مصر، الطريقة هنا والطريقة هنا. عملية البحث جميلة هتلاقي. فده المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية، ده مجتمع افتراضي لأن ملوش علاقة بالمكان، في خدمة الإداريين العرب، مهندسين، منتدى المهندسين. نروح لمنتدى المهندسين، كتبت أنا منتدى المهندسين، طلع منتدى المهندسين العرب. لكن هل منتدى المهندسين العرب بس؟ ده في منتدى المهندسة المدنية، خلاص، في منتدى الهندسة المعمارية. يعني ايه، في يوم من الايام برضو كان مدير عندنا بيقول انا عايز اشوف شكل من اشكال، عارفين السلالم والديكورات بتاعت السلالم، دخلت هنا واشتركت، قلت لهم عايز ديكورات سلالم بالعربي والانجليزي، جاب لي مجموعة من اروع ومن ارقى الاشكال اللي ممكن واحد يلاقيها. هو مجتمع خاص بالمهندسين المعماريين، لان هيلاقوا فيها مركز، ويركز على ايه، اهتماماتهم بالمعمار، بالحاجات المعماريه. فادي طبي، يا سلام، تعالوا انا هدخل هنا برضو على جوجل واكتب ادي هو منتدى، خلاص، منتدى الاطباء، خلاص، ادي هو منتدى الأطباء العرب، المصريين، البيطريين، السعوديين، ادخل، لأن ده برضه بيجمعهم، مجتمع من الأطباء المصريين، الأطباء العرب، الأطباء، مجتمع بيناقشوا في إيه؟ اهتماماتهم، سواء كانت الصحية، سواء كانت العلمية، سواء كانت. دي مجموعة من الإيه؟ الاجتماع. المجتمعات، المنتديات. طبعا كان زمان في حاجة اسمها بدون حتى انترنت، مؤتمرات عبر التليفون. دلوقتي المؤتمرات عبر الانترنت، كل واحد هتلاقي الكمبيوتر بتاعه مجهز عليه كاميرا،
والمحاضر عنده كمبيوتر عليه كاميرا، والكل مع بعض بيشترك بالصورة والصوت، مجتمع في كل حتة. الدكتور اللي بيدرسني موجود في ماليزيا، وانا قاعد هنا في الامارات، وطالب تاني صديقي قاعد في مصر، وزميلي قاعد التاني في مثلا العراق، وهكذا، والكويت، كلنا مجتمعين اجتماع عبر الانترنت. الدردشة. كان في زمان في حاجة اسمها بالتوك، ان بندخل وكتير من الناس بيدخلوا مع بعض وبيعملوا غرف دردشة برضو باهتمام معين، ناس بتهتم بالنكت، قاعدين عمالين ينكتوا، ده زي البالتوك واشياء تانية. العاب على الكمبيوتر بيدخلوا، انتوا لو جيتوا عبر الانترنت ودخلت هنا على الياهو ودخلت على اشياء تانية مثلا، تعالوا معني تصدقوا انا الى الان ما جربتهاش، لكن تعالوا هنا نكتب ياهو، خلاص معلش، ياهو جيمز، خلاص. وفي على فكرة برضو موجودة على الايه على الفيسبوك اشياء، ونكتب هنا تشيس، خلاص، تشيس اللي هو ايه، تشيس اونلاين اللي هو جيمز على ياهو على بورد، دي العاب على الانترنت. عايز تلعب مع صاحبك ايه او اصحابك ايه اللعبة، هتلاقي اللي انت عايزه، هتلاقي زي ما انا كنت كاتب من شوية تشيس اللي هو عبارة عن ايه، الشطرنج، هتلاقيه، هتلاقي كوتشينة، هتلاقي اللي انت عايزه. تدخل وتستنى شوية، هتلاقي واحد يقول لك انا عايز العب معاك، العب معايا وتلعبوا مع بعض. وممكن تكون في لعبة من الالعاب زي الكوتشينة فيها اكتر من واحد بيلعبوا مع بعض في آن واحد. هل انتوا مجتمعين؟ لا، احنا مش مجتمعين في مكان، انما مجتمعين افتراضيا في نفس الزمان وفي نفس اللعبة. هي دي عامة الشبكات، عشان الناس بتتعرف عن بعض عن طريق شبكات، انا اعرف فلان وفلان يعرف فلان، يبقى انا ممكن اعرف فلان، ودي يسموها بهذا الشيء الشبكة. مجتمعات كان المفروض ان احنا مجتمعين مع بعض في مكان واحد، ما بقاش في حاجة اسمها مكان واحد، ممكن يكون في زمان واحد، وممكن يكون في لعبة واحدة، وممكن يكون في بلاد مختلفة، هو بلد وانا هو ده، واحنا مجتمعين مع بعض. ولذلك سموها، ما تقولش مجتمعات، هي مجتمعات افتراضية، لان احنا مش مجتمعين في مكان واحد. خدنا امثله على كده الفيسبوك، خدنا امثله على كده المنتديات بتاعه الانترنت المتخصصه في الاهتمام، المتخصصه في الحرف، المتخصصه في الوظيفه، اداري، هندسي، طبي. واتكلمنا كمان عن الدردشه، نقعد نتكلم مع بعض، وفي غرف دردشه زي برنامج كان اسمه البالتوك. غرف دردشه حاجه خاصه بالفكر، حاجه خاصه بالضحك، حاجه خاصه بالكذا. بعد كده اتكلمنا كمان حتى موجود على الكمبيوتر زي الياهو، موجود عليه ألعاب، ندخل أكتر من واحد نلعب مع بعض نفس اللعبة في نفس الوقت، وده برضو نوع من أنواع الاجتماع. وأشوفكم إن شاء الله في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. والنقطة رقم 42 من كورس أساسيات الإنترنت، وبنتكلم برضو عن المجتمعات الافتراضية، وهنتكلم عن موضوع في منتهى الأهمية، ما هي الوسائل التي تسمح للمستخدمين بنشر ومشاركة محتوى ما، زي شعر، زي فكرة، زي كلام، زي يوميات، زي صور، زي على الانترنت، عبر الانترنت، مثل المدونات، مدونات المصغرة، بودكاست، صور ومقاطع الأصوات ومقاطع الفيديو. يعني احنا بنتكلم هنا عن استغلال الانترنت في نشر محتوياتك. عندك شعر، عندك موهبة في الغناء، عندك موهبة في التمثيل، عندك موهبة في الدم الخفيف، ازاي اوري الناس واستغل الانترنت على وسعها في كل حتة في الدنيا ان انا انزل المحتوى بتاعي، مهمة الى اي درجة.
فأول حاجة اتكلم عنها المدونات، والمدونات دي من اسمها يدون، راجل ده بيدون فكرة، بيدون شعر. والمدونات دي ما هي إلا عبارة عن مجلات أو صحف جرانين، لكن مش مطبوعة، دي موجودة على الإنترنت. مدونات كتير، ومدونات متخصصة، مدونات خاصة بالطب، مدونات خاصة بالهندسة، بالإدارة، مدونات خاصة بالكمبيوتر، مدونات خاصة بالبرمجة، مدونات مدونات زي الجرائد. تعالوا شوف، أنا مش هاوي مدونات، لكن تعالوا ندخل ونشوف. وأنا هكتب هنا في الجوجل خلاص مدونات عربية، فجاب لي هو مدونات عربية مشهورة، دلالة على إني دورت عليها قبل كده. وأول واحدة أشهر المدونات العربية لعام 2013، وعندنا تحتيها دليل المدونات العربية، وعندنا أفضل مدونات عربية. أنا ما أعرفش، فتعالوا نجرب، زبطت ما زبطتش، أو استعرضنا بعض المدونات. أشهر المدونات العربية أدي يا سيدي لعام 2013، فبيتكلم على أول واحدة مدونة عالم الإبداع. بيتكلم عن إيه؟ مدونة مهتمة بالنجاح وتطوير الأعمال للكاتب رؤوف شبابيك، واحد اسمه كده بيدون شغله وفكره. مدونة تانية اسمها مبدع بتاعت إبراهيم عبد الباري. مدونة تالتة، مدونة رابعة رشيد، مدونة عالم التقنية، بتتكلم عن عالم التقنية للكاتبين سعود والهواوي. الله، ممكن مدونة تكون لأكثر من شخص، لكن شايفين متخصصة مدونة التقنية بلا حدود. فهي ما هي عبارة، أول ما تسمع أنها مدونة تعرف أنها جريدة إلكترونية على الإنترنت، تعمل على إيه؟ تدوين، أن الواحد إيه؟ يدون أفكاره، أعماله، أفلامه، أشعاره، وهكذا. لو جينا دخلنا على مدونة اسمها عالم التقنية ونشوف الراجل بيقول ايه، ادي زيارة المدونة، هنلاقي شكلها تقريبا فعلا زي الجريدة. هنا بعيدا عن الفيسبوك بيتكلم على الواتساب، بيتكلم على مش عارف اسمه اوبو فاين 7i، معرفش ايه هو، ولا اي معرفش، ده اتش تي سي. كيف يغرد الناس على تويتر؟ هنشوف ايه تويتر وايه حكايته ده. ودي كلها عبارة عن مدونة لشخص او اكتر من شخص بتتكلم عن موضوع تقنية. هتلاقي مدونات شعر، هتلاقي مدونات طب. تعالوا نشوف، نرجع خطوة ونشوف الدليل المدونات العربية ونشوف هنا، هنا عملها ب دليل المدونات العربية Arab for Blog، زي ما انتم شايفين اهو مدونة بلوجر كذا وكذا وكذا. تعالوا نشوف مدونة الطب والعلاج، دي حاجة تانية. دليل المدونات العربية، تعالوا نرجع كمان خطوة خلاص هو ونشوف ال اهو، مش هي دي تقريبا؟ نعم، في مدونات كثيرة، مواقع ومنتديات عربية مشهورة، ادي هو مواقع ترفيهية تعليمية، دي منتديات عربية مشهورة، كمبيوتر وانت موقع منتديات، لكن احنا بندور على مش منتديات، احنا بنتكلم على الايه، ها، المدونات. في فرق بين المدونات والمنتديات. المنتديات زي النوادي خلاص، لكن المدونات اللي انا بكتب وبدون فيها. ماشي الحال، افضل 10 مدونات، مدونة فلان الفلاني، مدونة سردال، اراك لاحقا، شخبيط، ايجي مصر، يوسف منصور، وهكذا. انتوا هيصوا وشوفوا وطلعوا وتعرفوا على اغلب المدونات. هتكتبوا، لو انتوا كتبتوا بدل ما بنقول مدونات هتكتبوا مدونات شعرية مثلا، شعرية او لغة عربية خلاص، او اشعار خلاص، هتلاقوا ايه، بدل ما يجيبها لك بشكل عام هيجيب لك المدونات الشعرية اللي موجودة على الانترنت ومشهورة. خلصنا من المدونات، طولنا فيها، ونشوف اللي بعديها. اللي بعديها مدونات بس مصغرة. يعني ايه المدونات؟ ما بتحدد لكش تكتب كم صفحة او كم كلمة او كم حرف في المقالة اللي انت بتكتبها، انت حر.
نعم. إنما المدونات الصغيرة بتقول لك لا، لن أسمح لك في تدوينة واحدة أكثر من 140 حرف. يعني اختصر، يعني اديني الزبدة، يعني اديني الموضوع خلاص. كنت فاكر كلمة لسعد زغلول وهو بيكتب لصديقه محمود سعد البارودي، محمود سامي البارودي آسف، بيقول له: عذرا صديقي فلم يكن لدي وقت الاختصار. كتب له خطاب 10 صفحات، فاعتذرته في الآخر قال له: معلش الاختصار، عايز وقت وما عنديش وقت ان انا اختصر. المدونات المختصرة المصغرة دي انا آسف اشهرها تويتر. تويتر ده ادي اشهر مدونة TWITTR عالمية. تويتر، تويتر مدونة مشهورة جدا، اشترك فيها ما بتاخدش اشتراكك فيها 5 دقايق اقل طبعا، وبعد كده تقدر تبعت للناس اللي انت عايزها. و عندنا يعني لما بتدخل جوه في تويتر بتتعرف على ناس كبار عظماء ليهم على تويتر. ايه؟ على تويتر ليهم مكان. كاتب معين انت بتحبه بتدخل وتشترك عنده في اي تدوينة بينزلها جديد، فبيقول لك فلان نزل تدوينة جديدة بيقول كذا. مكان جميل لمشاركة الافكار، مكان جميل لمشاركة الاحداث، وتكتب الحدث او تكتب الخبر او تكتب الفكرة تنتشر في لحظة واحدة الى كل من هو مشترك عندك. طيب تعالوا نشوف ايه تاني غير ده. البودكاست، البودكاست دي نفترض انت راجل فعلا بتعمل حلقات، عملت حلقة النهاردة تعليمية عن كذا او تمثيلية عن كذا، جيت بعد يومين عملت حلقة جديدة، فانت ازاي اتعرف الناس ان في حلقة جديدة؟ البودكاست هنا عمل وحل المشكلة دي. قال لك البودكاست عبارة عن ايه؟ كلمة برودكاست، برودكاست دي معناها بث، زي البث الاذاعي بتذيع على الكل، لكن ده بث اذاعي خطير. بث الاذاعي لو جه واحد ما حضرش الساعة كذا التمثيلية ضاعت عليه، انما البودكاست لا. بيقول لك البود ده تبع شركة الابل، بود معناها مثلا هيكون عندك دوكيمنت مستند، هيكون عندك ميوزك غناء او صوتيات، هيكون عندك فيديو. نعم. ونزل حلقة من حلقات. نعم. كل المشتركين عندك اول ما يفتحوا البرنامج بتاع البودكاست هيروح منزل لهم الحلقات الجديدة. اي حلقة جديدة بتنزلها بدون ما يقوله يفتح البرنامج يلاقي الحلقة الجديدة نزلت. يبقى دي عبارة عن بتذيع عند الكل. انا نزلت حاجة جديدة، الكل يفتح اجازتهم، الله احمد بيجي نزل حلقة جديدة، فلان نزل حلقة جديدة، الحلقة الجديدة من التمثيلية اللي جت جت. يبقى دي البودكاست. البودكاست مين اللي عاملها؟ شركة ابل. فلو جينا هنا نروحنا لو نزلت الايتيونز، الايتيونز ادي الايتيونز، الايتيونز فود فري بودكاست. انا عامل بالنسبة لي انا للمادة اللي هي الانترنت اسينشال خلاص عامل لها. لو دوسنا على معلش اي تيون ستور وجيت على البودكاست اللي هو زي البرودكاست دوست عليه خلاص، ادي البودكاست. لو كتبت هنا اساسيات الانترنت، تعالوا نشوفه، اساسيات الانترنت، مش ده الموضوع بتاعنا؟ نعم. انا عندي هناك اساسيات الانترنت، فقال لك في الابسويد حلقة من الحلقات، دي حلقة انا منزلها اسمها البحث المتقدم على الانترنت، دوس عليه هيروح نزل لك ومتفرج عليه، هينزل لك على فري هو، اضغط. وكمان ممكن ايه تقول له فري، تقول له معلش انا عايز اشترك عند الاخ ده، تشترك عند احمد بهيج، ولما تشترك عند احمد بهيج اي حلقة جديدة تنزل اوتوماتيك تفتح الايه، اوتوماتيك تفتح الاي تيونز او
الايبود او الايفون او الايباد يروح منزل لك الحلقات الجديده. ليه؟ انت قلت له اشترك لي في هذه القناه لاني انا مهتم بايه؟ بهذه القناه. لما ينزل فيديو او ينزل الصوت او ينزل المستند تقدر تستخدمه وتقدر تسمعه وتقدر زي ما انت عايز. طيب الصور، الانترنت فيه ان انت تنشر الصور بتاعتك، مش ضروري تاخدوا كل حاجة صور شخصية، ربما انت راجل عايز تنشر صور شخصية، لكن افترض انت راجل بتلف حول العالم فجبت الصورة دي وعايز توريها لاصحابك لاهلك لجيرانك، او عايز تقول للناس انا مصور شاطر وشوفوا صوري. طب ايه اللي ايه بقى هذه الوسيلة اللي بتخليك تنشر الصور؟ انستجرام. انستجرام لو دخلنا هنا وكتبنا انستجرام، خلاص معلش انا دايما عاملها على العربي وهي ايه انجليزي. انستجرام، انستجرام كابتشر اند شير وورلد مومنتس. انستجرام اشترك فيها. اغلب الكاميرات الحديثة حاليا او التليفونات بتروح حاطط عليها زي التليفون الايفون او حتى اظن السامسونج كاندرويد، تصور تقول له ارفعها عن الانستجرام بتاعي، روح رفعها لك عن الانستجرام بتاعك تلاقيها كل الناس لو عايزه تشوفها هتشوفها. فدي ازاي تشارك بصورك، ببساطه جدا اشترك، اعمل ساين، خلاص ساين اب في الانستجرام، يبقى ليك يوزر نيم وباسورد، صور الصوره ارفعها على الانستجرام، بقت الصوره مشاع للكل او على حسب ما انت عايز تعملها مشاع او تعملها خاصة بيك عشان ما حدش يشوفها الا انت واللي بتسمع له. طيب ادي يا سيدي الايه الصور، في ايه تاني؟ في صوت. الله، الصوت يمكن ما كانلوش حاجة الا اليوتيوب، فكانوا بيعملوا الصوت ويعملوا بعد كده اكنه فيديو ويرفعوا، انما في برنامج رائع وصفحة رائعة اسمها ساوند كلاود. ساوند كلاود اكتبوها، ساوند كلاود رائع. ساوند كلاود هو عبارة عن موقع ويب للموسيقى، موسيقى طبعا هو صوتيات، ويمكن لأي شخص من خلاله إنشاء الأصوات ومشاركتها. يتيح ساوند كلاود تسجيل الأصوات وتحميلها بسهولة ومشاركة الأصوات في إطار خاص. ادخل على ساوند كلاود وبرضه اشترك فيه، ومن ايه؟ من اي حاجه عندك، كمبيوتر عندك، ايفون عندك، ايباد عندك، جالاكسي عندك، اندرويد فون، سجل ارفع واهلا وسهلا بيك. جميل جميل، يبقى دي الساوند كلاود كمشاركه للصوت. اخر حاجه اظن هي مشاركه للفيديو، طبعا عندنا برضو كتير، من اهمهم واشهرهم يوتيوب. اليوتيوب نفس الشيء برضو، تقدر تعمل عليه حساب بكل بساطة. بعد ما عملت الحساب انا داخل بحسابي اقول له ابلود، معناها ارفع لي هذه الايه هذه الفيديو، واحط الفيديو، وفي ثواني الفيديو بيبقى على الانترنت فري، في ثواني بمجرد ما طلع خلاص انتهى. تكتب هنا زي ما بعد ما بتكتب، وبتكتب طبعا لما بتيجي بترفعه بتكتب فيه الكلمات المحورية اللي ممكن تسأل الناس عنها، زي مثلا أحمد بهيك. فأنت لو سألت على أحمد بهيك، خلاص أحمد بهيك هيروح جايب لك إيه؟ آدي هو، حتى أحمد بهيك هيجيب لك الفيديوهات اللي بتاعت أحمد بهيك. آدي مفهوم؟ إن شاء الله تكون مفهوم. نلخص الموضوع، أن وسائل المشاركة على الإنترنت مهمة جدا، لأنك أنت بتشارك، ومعنى تشارك وتنزل حاجتك أنها خلتها في متناول مليارات من البشر. هذه الوسائل المدونات، والمدونات ما هي إلا مجلدات أو صحف أو جرانين على الإنترنت بتنشر فيها آرائك، بتبقى شكل الإيه؟ المجلة أو الصحيفة. مدونات مصغرة زي المدونات، ولكن ما بتسمح لكش بأكثر من 140 حرف للتدوينة الواحدة. خلي بالك تقدر تعمل آلاف المدونات التدوينات، حدش يقول لك حاجة لكن اختصر.
وده بيخليه مور افيشنت، كفاءه اعلى، لان اغلب الناس مش فاضيين يقروا لك، اديني الزبده. البودكاست برضو ان انت تعمل، سواء تعمل مستند او تعمل صوت او تعمل فيديو، ولكن ده كمان بيعمل بودكاست بث اذاعي على كل حته في الدنيا. واول ما تنزل حلقه جديده من حلقاتك اللي انت بتعملها، بيخبر الناس المشتركين عندك فلان نزل حلقه لفلانيه، اول ما يدخلوا يقدر ينزل الحلقه، او حتى من غير ما يقول هينزلها له. الصور وان انستجرام ما تنساش، الصوت وان ساوند كلاود، هتلاقي كثير من اصوات العربيه، اغاني، موسيقى، محاضرات وخلافه، فيديوهات، وان انها اليوتيوب. واسف زي ما قال الزعيم سعد زغلول، آسف وعذرا على الإطالة، فلم يكن لدي وقت للاختصار. السلام عليكم ورحمة الله، مع حبي وتقديري لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس مهم، وبرضه هنتكلم عن المجتمعات الافتراضية، فيسبوك وتويتر والمنتديات. بنتكلم عن التعرف على وسائل الحماية عند استخدام المجتمعات الافتراضية. وقبل ما ندخل في التفاصيل او نكمل حتى النقطة دي، عايزين ننبه على شيء واحد. المجتمعات الافتراضية مجتمعات، واللي بيسري على المجتمعات الواقعية هو اللي بيسري على المجتمعات الافتراضية. تعيش حياتك كويس في مجتمع واقعي، ممكن تعيش كويس في مجتمع افتراضي. تتأذي في المجتمع الواقعي، برضو ممكن تتأذي في المجتمع الافتراضي. ممكن تتجرح مشاعرك، ممكن تتشتم، ممكن يتفضح، ممكن حاجات كتيرة. وزي ما كنا بنحمي نفسينا في المجتمع الواقعي، نقدر نحمي نفسينا في المجتمع الافتراضي. لو نفتكر زمان، كان الوالد والوالدة يقول ما تكلمش حد ما تعرفهوش، كان يقول ما تلعبش مع حد اكبر منك، كان يقول ما تطلعش بعد الساعة كذا بالليل، ما تروحش المكان الفلاني لان المكان الفلاني دي فيه ناس وحشين، البنات تلعب لوحدها والاولاد يلعبوا لوحديهم. وعلى حسب البلد يقول لك ايه، ما توريش الناس ان معاك فلوس، ما تطلعش الفلوس قصادهم عشان ما يطمعوش فيك ويأذوك، ما تقولش لحد انت ساكن فين عشان ما يقعدش يتنطط ويجي وراك في كل حتة. الحاجات دي زي ما هي موجودة في المجتمع الواقعي، موجودة في المجتمع الافتراضي. وزي ما في وسائل للحماية في المجتمع الواقعي وكل مجتمع غير التاني، في برضو وسائل حماية للمجتمع الافتراضي. هو ده اللي هنتناقش مع بعض فيه. زي ايه؟ زي ازاي نحافظ على خصوصيتنا في المجتمع الافتراضي. الخصوصية هي ايه؟ هي عبارة عن بعض الاشياء عندي عايز اخفيها عن الغير، ولابد انها تحترم. هي احترام رغبة الشخص في اخفاء معلومات خاصة بيه، وبيكون ده دايما متوافق مع ايه؟ مع اهداف الشخص، مش عايز يقول هو عنده كام، او مع ثقافة الشخص، او مع مجتمع الشخص، او مع الاعراف، او مع دينه. كل ده موجود، انا حر، فلابد ان الخصوصية تحترم من لدى الغير. ولابد في الفيسبوك تقول له ممكن تظهر لي ايه وتعرف الناس ايه، وممكن الحاجات التانية ما تقولهاش لحد. ما حصلش مرة انت قلت لحد اسمك ايه قال لك دي حاجة ما تخصكش. غلاسة، لكن فعلا هو حر. عندك كام سنة؟ يقول لك انت مالك، متجوز ولا مش متجوز، ولا مش متجوزة ولا متجوزة، ايه انت مالك انت، دي حاجات خاصة انا حر ان انا اخفيها،
حر ان انا اخليها لنفسي، لكن لو انت او انتي قلتيها ما بقتيش حرة، بقيتي مشاع، كل الناس عارفة عنك كل حاجة، ساكنة فين، واحد مش عايز يقول ساكن فين، سواء نوع من الخجل، سواء نوع من الخصوصية والامن والامان، هو حر. في واحد تاني عايز يقول لكل الناس ده انا ساكن في حتة كذا، ده انا معايا فلوس، برضو انت حر، بس خلي بالك انت اللي بتتحمل مسؤولية مشاع المعلومات وعدم خصوصيتها. وهنتكلم عن تقييد المعلومات الشخصية المتوفرة، مش ضروري تقول عن نفسك كل حاجة. في بعض الأحيان بيجي مثلا يعني الحكومة بتطلب منك اسمك عنوانك كذا، قالت اكتب فصيلة الدم، ممكن اكتبها وما اكتبهاش، مش ضروري تكتبها. ليه عايز الناس تانية غير المستشفيات تعرف ان انت عندك حساسية من دواء معين؟ ليه؟ ممكن تقول دي حاجات خاصة بيك ملهاش علاقة بحد تاني. فلذلك اذا طلب منك معلومات لازم تكتبها. راحت رايح يطلب شريحة تليفون، لازم يكتب هو مين ولازم يكتب كذا، لكن في حاجات مش ضروري تتكتب، ما تكتبهاش او اكتبها. تقدر تقول لهم يعرفوا الناس التاني وينزلوا اسمك في الدليل او منزلهاش، انت حر. استخدام المراسلة الخصوصية عند اللزوم، مش ضروري كل حاجة انت عايز تعرفها تعرفها للناس كلها، لا انت عايز رسالة واحدة لفلان اللي انت عارف، فمش ضروري تزاح على كل الملأ. حاجة خاصة بيك عايز تقولها لشخص واحد او شخصين قول، لكن مش ضروري ان انت تقول حاجة وتعرفها لكل الناس. فاستخدم المراسلة الخصوصية عند اللزوم، دي برضو هنتكلم فيها. تعطيل معلومات الموقع، ممكن قوي في الفيسبوك وخلافه يقول انت فين يعرف، لانك انت معاك تليفون والتليفون في حاجة اسمها GPS Global Position Satellite، يعرف في اي مكان انت فين. لكن ممكن تقول له ايه، ابعت للفيسبوك موقعي فين، وممكن تقول له لا ما تقولوش، ممكن تقول له الفيسبوك قل للناس انا فين، وممكن تقول ما تقولوش. حد معين حب يتصل بيك او يكلمك على الفيسبوك او غيره، ليك ان انت تحضره، يعني تمنع الاتصال بيه. لو شتمك ليك ان انت تبلغ ان فلان شتمني، يروح موقفينه عن الشغل. كل ده المفروض هي وسائل الحماية عن عند استخدام المجتمعات الافتراضية، وكل ده ان شاء الله هنناقشه في الدرس ده، وتوكلنا على الله. بسم الله. نتكلم بقى دلوقتي عن واحدة واحدة. نمرة واحد، تطبيق اعدادات الخصوصية الملائمة. كلمة خصوصية ملائمة، خصوصية يعني حاجة خاصة بيك عايز الناس تعرفها او ما تعرفهاش. ملائمة، تختلف الخصوصية من شخص لآخر. بعض الناس عايزين الشهرة او هم مشاهير، فما عندهمش مانع يبقى ما فيش خصوصية في بعض الحكايات دي، زي انا مين، ايه اللي بكتبه، اللي انا بكتبه عايز كل الناس توصلها. في حتة الخصوصية بتختلف من شخص لآخر. تعالوا نشوف الخصوصية على الفيسبوك. ادي يا سيدي حاليا على الفيسبوك، خلاص ناس بتكتب حاجات، جميل جدا. انا ليا اصدقاء، جميل جدا. انا بكتب حاجات، يعني لو جيت هنا شفته اجي اكتب هنا بما تفكر، هكتب هعمل بوست هنا، خلاص هنشر شيء، وهنا لو قلت له ناس هينشر لي للعامة، لكن انا حر مش عايز للعامة، انا عايز لناس معينة فقط. جميل. طب تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اي نعم، انت ممكن من هنا وتقول له ارسل لي للاصدقاء فقط، لا بس مش هو ده اللي بنتكلمه، ده جزء من الخصوصية. لكن خصوصية كاملة، عارفين الاف اللي انا تضغط عليه هيجيب لك اختصارات عن الخصوصية. من يستطيع رؤية محتواي، اللي هي البوستس اللي انا بعملها، النشرات اللي انا بتكلم عنها، من يستطيع اتصال بي، كيف امنع احد من مضايقتي. دول ثلاث اشياء. او عارف، تعال على السهم الصغير اللي نازل لتحت وقول له لو سمحت انا اللي عايز الاعدادات، هيجيب لك كل الاعدادات بتاعت الايه، فيسبوك. ادخل لي هنا على الخصوصيه، هيجيب لك كل الخصوصيه. وايه رايكم نبتدي من تحت، عشان هو ده اللي بيبتدي دايما، بيبتدي من هنا. من يستطيع البحث عني، واحد عايز يوصل لك.
انت اسمك احمد بهيك، رقم تليفونك كذا كذا، الايميل كذا كذا، جميل؟ نعم. فممكن يبحث عنك في الانترنت من خلال العنوان البريد في الفيسبوك، يقول لك اه في واحد اسمه احمد بهيك، انت حطيت له بهيك @gmail.com وراح جايب لك ده احمد بهيك، تقول له اه تروح بعت لي طلب صدقه. خلاص ما انت لقيتني. لكن لو انا قلت له ما تخليش حد يروح كاتب الايميل بتاعي يطلعه، يقول لك ما فيش، هو موجود لكن انا قلت له لا يستطيع البحث بتاع الفيسبوك ان يجدني، لان انا قلت له ايه لو سمحت ايه انا مش عايز، خلاص مش الجميع، انا ايه مش عايز بس الاصدقاء اللي ممكن يلاقوني، غير كده ما يلاقينيش، مفهوم؟ فمن الاول ما لقاكش مش عارف يوصل لك. في بعض الناس متضايقه من ناس معينه، ولا خلاص انا عندي خصوصيه، فانت عارفين ان هم مثلا يقول لك انا عملنا فرح على الضيق ما عزمناش فيها الا العائله، نفس الشيء انا مش عايز حد يعرف عني الا الايه؟ الا الاصدقاء، ممكن اصدقاء الاصدقاء، لكن كل الدنيا لا. جميع ده معناه كل الدنيا. في ناس يقول لك لا انا عايز اتشهر، فيقول لك الجميع. المهم من يستطيع البحث عنك بواسطة رقم الهاتف؟ جميل، يعني ممكن تحط رقم الهاتف يطلع لك ده فلان الفلاني، ابعت طلب صداقة، شوف بيبتدي منين. وممكن كمان على فكرة تكون انت نشرت حاجة ومشيت حاجة حلوة، عملت بوست كويس فيه وليك نشاط على الفيسبوك، فتدخل على الجوجل وتكتب يلاقي لك فلان الفلاني بعت بوست اسمه فلان الفلاني، فممكن يجدك كمان عن طريق الجوجل وغيره من الايه؟ من البحث، محركات البحث. بعد ما لقاك هيرسل لك الراجل طلبات صداقه. طيب فيجي مين بقى يجي يقول له ارسل طلبات صداقه؟ يقول لك لا، الجدع ده ما بيقبلش طلبات صداقه، لان الصداقه بتاعته مقيده، مش كل واحد يقدر، مش الجميع اللي يقدر ايه؟ يطلب طلبات صداقه منه. تعالوا نشوف التعديل ونقول له لو سمحت ده مش الجميع اللي ممكن يطلب مني اصدقاء اصدقائي. ما انت ليك اصدقاء، يعني بعد ما يقول لك اصدقاء فمش اي حد يطلب مني، اصدقاء اصدقائي. يعني لو احمد، انا احمد ليا صديق اسمه محمد، محمد ليه صديق اسمه محسن، محسن ممكن يطلب مني ان انا ابقى ايه؟ ابقى فريند هنا هو في يطلب طلب صداقه. لكن واحد مش صديق لصديقي ولا صديق ليا يقدر يطلب مني ايه؟ طلب صداقه. جميل، فانت هنا بتأيد كمان مين اللي يطلب منك صداقه، مش اي حد يطلب منك صداقه، انا راجل خاص، راجل عيله محافظه. طيب رسائل من ارغب بتصفيتها الى البريد الوارد. عايزين نفهم دي، معلش الصفحه الرئيسيه عندي لو جيت فتحتها هتلاقي ناس ادي هو عماله تبعت لي اشياء. نعم، مين دول؟ انا اقول لك مين دول. انا كتير ما اعرفهمش، كتير الفيسبوك بيختارهم ويروح عارضهم عندي بسبب عنده هو، بمنطق عنده. تعالوا نشوف ايه المنطق اللي عنده. تعالوا ندخل تاني على الاعدادات وعلى الخصوصيه. ادي يا سيدي، في ناس وفي ناس، في ناس دول اصدقائي بيعرضوا، وفي ناس ما اعرفش جابهم منين. خلاص تعالوا شوف رسائل من ارغب بتصفيتها الى بريد الوارد. شفتوا البريد الوارد من شويه؟ نعم. شفتوه؟ ايوه شفناه. طيب تعال نشوف هنا، هيقول لك احنا عندنا تصفيه اساسيه. نعم، يعني اللي بيتعرض لك خلاص الاصدقاء والاشخاص، جميل جدا، الذي قد تعرفهم بالاجمال. لا ده دي بقى اي حد، انا اجي اقول لك مين ده انا ما اعرفوش، يعني ده الاصدقاء والاشخاص. التصفية صارمة تقريبا بقى هيجيب لك الاصدقاء والاشخاص بس. انا حاولت اقرا وافهم دي، لكن هي تقالي كلمة الصرامة معناها كده ان هنا حتة قد تعرفهم دي مش هتيجي. مفهوم؟ مفهوم. فلو جيت قلت له تصفية صارمة هيتغير لك اللي موجود هناك، هيأثر عليه على اللي بيتعرض لك، ماشي؟ يبقى احنا اتكلمنا في الخصوصية عن مين اللي يقدر يلاقيني على الانترنت، سواء من خلال بريد الكتروني في الفيسبوك، تليفوني في الفيسبوك، او انه يدور عليا فين؟ في الجوجل او البنج او اي محرك بحث. وبعدين مين اللي يقدر يبعت لي ويطلب مني بطلب صداقة؟
كل الناس؟ لا، ولا الأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء؟ طيب بعد كده، طيب خلاص بقى يقدر يبقى الصديق ده أو واحد يبعت، ويبعت ايه؟ ينشر حاجات، منشورات على والمحتويات على الانترنت. انا مش عايز اشوف، فعايز كمان ايه؟ ارغب بتصفية البريد الوارد، اقدر اشوف ايه وما اشوفش ايه. التصفية الاساسية اللي هي ايه؟ الاصدقاء واشخاص قد اعرفهم، والتانية لا، مش عايز قد اعرفهم دول كمان. ماشي. طيب، طب دي بقى انا اكتب، لما اجي اكتب اكتب لمين؟ هل العامة كلهم، ولا المجموعة من الأصدقاء، ولا الشخص واحد؟ ودي على فكرة هتيجي في النقطة التانية، النقطة التانية بس مش عايزين ننطها، بس معلش، اللي هو استخدام المراسلة الخصوصية عند اللزوم. لما تيجي تكتب، هتكتب هنا منشور ديك، حاجة تتنشر، مين هيشوفها؟ من يستطيع رؤية محتواي؟ العامة. انت من هنا تقول له لا، تقدر تقول له انا عايز بس الخاصة. مين الخاصة؟ الخاصة العامة؟ لا، لا، اصدقاء او مزيد من الخيارات، والخيارات دي العائلة او ناس موجودين في الشرق بس، او انا فقط. يعني انت تقدر تخصص هنا، تقول مين اللي يشوف. انا مش عايز كل حاجة انا بعملها العامة كلها تشوفها، مش عايز. لذلك حتى ممكن لما تيجي، حتى لو سبتها العامة وجيت هناك عايز تكتب حاجة وتبعتها، ممكن تبعتها لشخص واحد، ممكن تبعتها لمجموعة من المجموعات. المهم، مراجعة كل المنشورات والمحتوى الذي تمت الإشارة إليك فيه. أنت لما تيجي هنا غيرت، قلت أنا عايز الأصدقاء بس، لكن قلت استنى، ده في حاجات قديمة أنا بعتها، فعايز أشوف إيه اللي بعتها وعدل عليها وأشيلها وأحطها وأغيرها للناس، أخلي دي مش للعامة. فتيجي تقول له استخدم سجل النشاط القديم وتمشي، أنا يوم كذا عملت كذا، أنا يوم كذا عملت كذا، أنا يوم كذا فلان بعت لي كذا، وتبتدي تعدل فيهم، تشيل وتعدل. أنت حر، مسموح بيه في اليوميات ولا لأ، تشيل تويتة أو تحطها أو أنت حر، ما دام أنت اللي عملتها يبقى تقدر تشيلها. ماشي ولا لا؟ هل ترغب بتحديد الجمهور للمنشورات التي شاركتها مع الأصدقاء العامة أو لا؟ فتيجي برضو تبدأ تتكلم على الإيه؟ المنشورات السابقة. فهنا نرجع تاني، من يستطيع رؤية منشوراتك المقبلة؟ يبقى ده للتعديل، هيجي على اللي جاي. طب والقديم؟ لا، القديم هنا تيجي سيادتك بتشوف سجل النشاط القديم وتشيل الحاجات اللي انت مش عايزها وتخليها، مدام انت صاحبها مش غيرك. طيب، وبتيجي من هنا سوري، تحديد المنشورات السابقة، هنا اتحددها، مش عايز كل الناس تشوفها، عايز حد معين او طريقة معينة ان يشوفوها بيها. ماشي. طب دي الايه؟ دي الفيسبوك، خدنا فيها 10 دقايق وقلناها بشكل عام. التويتر نفس الشيء، ادي التويتر، هنيجي لهنا هو السيتنج او الاعدادات، وهنيجي الاعدادات برضو الاعدادات، وهنيجي الاعدادات هنلاقي فيها قسم الامان والخصوصية. وهنا الخصوصية بقى، نعم، مش الامان، الخصوصية، ادي الخصوصية. عملوا نظام جديد على الموبايل ان يقدروا يعملوا تاج. عارفين ايه التاج؟ عشان دايما بتسأل السؤال ده، ونقول ايه التاج والهاشتاج. عارفين المفاتيح؟ انا على فكرة بشتغل دايما بشتغل دايما الجوجل اكنه مترجم، لكن مترجم عشان بالصور. ادي عندي كيز مفاتيح، فلما يكون عندك مفاتيح كتيرة عايز تفرق بين مفتاح ومفتاح، بتروح حاطط له تاج، تاج اللي هي البطاقة اللي جنب المفتاح دي، اللي بتفرق دي مفتاح الباب، ده مفتاح الدولاب، ده مفتاح الباب البيت، ده مفتاح، هو ده التاج. فالتاج بطاقة ترمز إلى شيء. فنفس الشيء فالتويت، فدي التاج. يعني بعض الأحيان بيقول لك احنا عايزين نعمل تاج لمثلا نهضة مصر، فيروح عمل تاج اسمه نهضة مصر، بيحطها بشكل معين في الرسالة بتاعته، يبقى عبارة عن ايه؟ ان هذه التويتة او هذه التغريدة او هذا النشر، ها، بيتكلم عن نهضة مصر
او نهضة التعليم. فانا بكتب عن نهضة التعليم وغيري بيكتب عن نهضة التعليم، فانا بقول له بعد كده هنلاقي ايه، اقول له عايز نهضة التعليم، هيجيب لي كل التويتات اللي اتكتبت عن نهضة التعليم. هي دي عبارة عن ايه بقى؟ الهاشتاج، التاج هي البطاقة دي. فاكنك بترفق بطاقة زي دي بالتغريدة بتاعتك، بالنشرة بتاعتك. فلما يجي عايز يفرزها يبص على البطاقة ده بيتكلم عن نهضة التعليم، اظهرها له اظهرها له اظهرها له بهذا الشكل. فكان الجديد ان هو يقدر يعمل كمان تاج في الصور، صورتك يروح عامل لها تاج، ده الراجل ده من بنها، ده الراجل ده من طنطا، ده الراجل كمان. وخصوصية التغريد والتغريد الموقع الجغرافي، لما تكتب تغريدة بيعرف انت فين، فممكن اضافة الموقع الجغرافي الى تغريداتي، السماح للاخرين بالاخرين بالعثور علي بواسطة بريد الكتروني، نفس اللي فاتت، خصص تويتر بناء على اخر زياراتي للموقع، محتوى مروج. يعني انا عايزك يعني تشوف وتقرأ تاني وتفهم وتشوف الخصوصية دي اللي بتحدد لك كل حاجة. انا اقصد بتحدد لك خصوصيتك، ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش، مين اللي يشوفك ومين اللي ما يشوفكش، مين اللي يدور عليك ويلاقيك ومين ما ولو دور عليك يعرف انت موجود فين ولا لا. تعالوا ناخد النقطة التانية لان الموضوع ده طول وطول كتير. تقييد المعلومات الشخصية. انا لما لو طلعت من تويتر او طلعت من الفيسبوك خلاص، ادي هو هقول له لو سمحت انا عايز اطلع من لوج اوف، خلاص تسجيل الخروج. ولما اجي اعمل جديد اسم الاول اسم العائله، خلاص ادي اسم الاول معلش نكتبه احمد خلاص، وادي اسم العائله خرشد، هنحط واحد تاني هنا لان هيقول انت عندك نفس الشيء دوت تي في مثلا، ده واحد تاني من عندي، وحطه هنا تاني دوت تي في خلاص تي في معلش انا بوريك بس. وكلمه السر نحط اي حاجه خلاص، وادي تاريخ الميلاد حط اي حاجه خلاص معلش طولت عليكم. خلاص ذكر خلاص فتح حساب في الفيسبوك. عنوان البريد الالكتروني لا تتطابق، لفوق غير اللي تحت معلش هنا دوت تي في خلاص، واقول له اديها فتح، ادي فتح لي. كفايه كده معلومات كافيه، انما هو هيعوز معلومات تانية ما زودهاش، احط المعلومات اللي على القد عشان يقولوا لي كفايه كده خلاص. اوكي عمل لي جديد خلاص، الخطوه الثانيه ملء المعلومات خلاص، الخطوه الثالثه اضافه صوره من شخصيه. ما تزودش، مش ضروري يعني، شوف انا تخطى هذه الخطوه التخطي، انا هو مش هبحث عن اصدقاء دلوقتي، هو هيروح ادي المدينه الحاليه، مدينه المنشأ ادي ماشي هو عارفها، مدينه المنشأ ممكن ما احطهاش خلاص، المدرسه الثانويه ممكن ما احطهاش، الجامعه يا جماعة الاسم الشركة ممكن متابعة امشي من غيرها ليه؟ ممكن هو بيحتاجها ليه المدرسة الثانوية؟ عشان يشوف لك في صحاب كانوا في مدرستك الثانوية، واخد بالك معاك، هنلاقيهم هيلاقي لك اصدقاء بسببها. انت مش عايز تحط الكلام ده ما تحطش، محدش هيجبرك ان انت تحط خلاص، مش عايز تحط صورتك ما تحطش، محدش هيجبرك. يبقى دي النقطة رقم اتنين، المعلومات الزيادة اللي مش عايز تحطها ما تحطهاش، ما تبقاش سهل كده في انك تحط معلومات شخصية عندك. واقول تاني بعض الناس عايز يحط يحط ما يهمش، لكن بقول مش ضروري تحط كتير، ايد المعلومات اللي عليك انت في الايه في الانترنت المتوفرة عندك، عشان العنوان مش يجي يدور عليك يلاقيك لو حصل حاجة لو زعل منك. وفي ناس غريبين على الانترنت، بتشوف ناس عاقلة وتشوف ناس مش عاقلة، تشوف ناس ردود فعلها غريبة. فلذلك انا بقول لك ايه، معلوماتك الشخصية احتفظ بها لنفسك قدر الامكان. استخدام المراسلة الخصوصية عند اللزوم، تويتر او فيسبوك ليك ان انت تبعت لشخص واحد بس، مش عايز الكل يعرف انت، الكلمة لما بتطلع منك للعامة خلاص كل واحد في العالم كله يقدر يشوفها يسمعها،
ممكن تؤدي لك لمشاكل كبير، لان مش كل واحد بيبقى على مستوى تفكيرك او طريقة تفكيرك او ثقافتك. في ناس يعادوك بسبب فكرة انت قلتها. فلذلك انا زي ما بقول لك مش كل حاجة تتقال للعامة، انما في حاجات كتيرة تتقال للخاصة. فلما تيجي تبعت رسالة ابعتها اذا انت عايز لشخص واحد مش اكتر من واحد. عايز تبعت لجماعة ابعت لجماعة الاصدقاء، عايز تبعت لاكتر اصدقاء الاصدقاء، عايز تبعت لاكتر ابعتها للجميع. لكن خلي عندك مجال تقول ايه احسن حاجة ابعت الرسالة دي لمين. مفهوم؟ يبقى ليه احنا قلنا خصوصية نشراتك، مش عايز كل الناس تعرفها، ودي طبيعة. مفهوم؟ يعني مثلا رسالة الاسلام في الاول كانت ايه؟ كانت سرية على عدد معين من الناس، وبعد كده بقت للبابليك للعامة. السرية في اللحظة دي كانت احسن. انا بتكلم على الخصوصية، الخصوصية في بعض الاحيان هتكون احسن، و الرسائل العامة في بعض الأحيان هتكون أحسن. مين اللي يحدد؟ أنت وطبيعة الشيء. عايز تنشر مرسوم رسمي، عايز تنشر قانون، يبقى النشر لكل الناس. في حاجة سرية وتصنف كحاجة سرية، يبقى لازم فلان وفلان وفلان. المهم نشوف اللي بعدها. 4 تعطيل معلومات الموقع. لو رحنا لتويتر، لا مش فيسبوك، تويتر، وقلنا احنا عايزين نعمل تغريده جديده. نقدر نكتب على فكره، لو عايز تعمل الكل خلاص هتقول له هنا وتقول له تغريده. لو عايز تعمل شخص معين هتقول له ات وتكتب عنوانه، ات وتكتب العنوان بتاعه، يبقى هيروح له فلان بس. او ما كتبتش حاجه وابتديت تكتب مثلا، خلاص ادي بسم الله مثلا، هتتبعت للايه؟ للكل. انما هنا نيجي نقول له هنا الموقع الجغرافي معطل. هو بيقول لي الموقع الجغرافي معطل ليه؟ احنا معطلينه، مش عايزين حد يعرفه. منين عملتها؟ احنا من شويه قلناه، ولكن افكركم تاني. لو رحنا هنا للسيتنج، ثم الاعدادات، ثم هنقول له هنا في الامان والخصوصيه، قلنا له ايه؟ لو سمحت الموقع الجغرافي ما تضيفوش، فعشان كده من الظاهر الموقع الجغرافي مش عايز تعرف تعرف حد انت فين او منين او بتكتب منين. انت حر، مش عايز تعرف حد بيتك، دي حاجه خاصه بيك. مش عايز تعرف حد شغلك، برضه محدش اجبرك على انك تعرف. طيب ونشوف اخر نقطه بقى. خلاص اخر نقطه، حظر التبليغ عن المستخدمين المجهولين. واحد ضايقك، واحد مصر يوصل لك، واحد 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 واحد، سواء فيسبوك او تويتر، الاثنين فيهم تقدر تعمل بلوك للشخص تمنعه. لو رحنا فيسبوك خلاص، ودخلنا على هو، ودخلت انا على الاشخاص اللي عندي خلاص في الصفحة الرئيسية، خلاص الاشخاص اللي عندي مثلا اتش اس اس مش عارف ايه، واحد من اصحابنا مثلا مصطفى حسن معرفوش، والله الرقية عنوانه معرفوش، المهم اي حد مثلا، خلاص اي حد يا سيدي، ادي مثلا سالي، خلاص ادي يا سيدي. نعم انا عايز اعمل بلوك، مع انهم غاديين عليا، ولكن انا بوريكم. بس اجي عند الرسالة هو واضغط نكز. عارف نكز دي ما لهاش علاقة بلوك، اكنك بتقوله هي، او بتروح صبعك كده حط في جنب عشان يبص لك، دي النجز، احنا مالناش دعوه. انما هنا الابلاغ او المنع، تبلغ عنه ده بيضايقني، او تمنعه كمان انه ايه، ان ان ان, إن, إن يكلمك. طبعا سالي دي بنت خالتي، فلا مش همنعها دي في اي وقت. بالشكل ده خلصنا كالاتي. نعم اتكلمنا عن ازاي نقدر نحمي نفسينا عن طريق 5 اشياء. طبعا في اكتر من كده بكتير، الممارسات اللي انت بتمارسها يوميا بتعلمك كتير، ولكن 5 اشياء. اول واحد، حدد خصوصيتك، يعني مين يشوف اللي انا بكتبه، اللي يوصلني واقدر اشوفه، مين اللي كتبه، مين يقدر يدور عليا، مين يقدر يطلب مني طلب صداقة. نمرة 2، المعلومات اللي انا بكتبها لما اجي
اعمل حسابي في الفيسبوك في تويتر في اي مكان وانت بتكتب، مش مطلوب منك تدخل كل حاجة، فاعمل حسابك، الحاجات اللي انت مش عايز حد يعرفها ما تحطهاش، ما حدش بيضربك على ايديك. وممكن تعمم، يعني مثلا يقول لك عنوان وانت راجل من طنطا من بنها، ما تكتبش، اكتب مثلا اذا كانت اجباري طنطا، هو مش هيشيك وراك ولا هيفحص وراك اللي انت كاتبه، خلاص. لا تكذب ولا تقول زيادة، يعني وسع. نمرة ثلاثة، لما تيجي تبعت رسالة او بوست لقيت ان ده خاص، انت راجل مهندس وبتكتب في خصوص مسألة هندسية للجروب بتاعك واصدقائك اللي موجودين في الكلية، ليه كل الناس يعرفوا حل المسألة الفلانية او بتاع، هم غير معنيين، فتيجي ترسل الرسالة دي خصوصية للناس دول بشكل خاص، جميل. او انت عايز كل الناس تعرفها، ماشي، انت اللي بتختار. لما تبعت تويتر او تنشر حاجة، خلاص، بتنشرها منين؟ بتبقى مش في الشارع ولا قاعد في بيتك ولا في الشغل ولا ولا ولا، مش عايز الناس تعرف، لابد ان انت تعرف ازاي تقدر تعطل معلومات الموقع اللي انت بتبعت منه التغريدة، او ربما انت عايز الناس تعرف، كأن مثلا واحد بيستنجد، فاستنجد الحقوني، فبيشوفوا موقع فين عشان يقدروا يوصلوه. انت برضو حر، احنا بنقول لك ازاي تقدر ايه، لو عايز ما تخليش حد يعرف، تقدر تخليه ما ايه حد ما يعرفش. نمرة خمسة، اللي يضايقك اللي تخاف منه بلغ عنه. واحنا ازاي قلنا ان احنا نقدر نمنع، وازاي قلنا نقدر نبلغ عنه، دي الاشياء الخمسة اللي موجودين في منهاج الاي سي دي ال. اتمنى على الله ان تكون فهمتوها، وسامحوني قوي قوي على التطويل، لانهم فعلا نقاط طويلة، واسف جدا على التطويل تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.